257 شهيداً خلفوا دموعاً وحسرة وحزناً كبيراً. 257 غادرونا، بينهم طيار شجاع استطاع أن ينقذ أرواحاً أخرى. دوسن إسماعيل ابن ولاية المسيلة، مواليد 1972، زوج وأب لثلاثة أطفال. هذا البطل الذي لولا حكمته ورباطة شأشه لكانت الحصيلة أثقل وأثقل. صلابة أعصابه في ذلك الموقف العصيب وهو أدنى للموت تمكن من تجنيب سقوط الطائر المدوي عن المنطقة العمرانية في بوفاريك قدر مستطاعه، كي يجنب الجزائر الكارثة الكبرى والمصيبة الأكبر. أسموتهم من ذهب، باسكو شو بيلوت هذا مولادي عيش، هذا بيلوت نعرفوه، صاحب جارنا فاني بيلوت نعرفوه، مولادي عيش إنسان طيب، شو ما قوة هو في السماء على شكل أن يموت ورحم الجيران وانقذ البلاد، ما حبش يطيح طيارة عند الجيران، ده للحصيلة، شوفوا باللي صح هذا وصح صح يخدموا الوطن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شهداء الواجب غادرونا وهم في ريعان شبابهم، فلذات أكبادنا وأخوتنا وأعزاء على قلوبنا وأبناؤنا الذين استجابوا للواجب الوطني رحلوا عنا، ولكنهم في قلوبنا أحياء يرزقون.